مسلسلنا بيبدأ بالبطل كارمن أو كارمي اللي بيبان من لبسه إنه شيف وعنده مطعم، لكن بيحلم بكابوس إنه واقف على كوبري وبيواجه دب ضخم وبيصحى مخدود جوه المطبخ بتاعه وبيبان على المكان إنه متبهدل جدا، وبيرد على التليفون وبيقول اللي بيكلمه إنه بيحاول يخلي المكان مفتوح ويكمل مهما حصل من مشاكل. وبيحاول كارمن إنه يتصل بكل اللي يعرفهم علشان يدوله لحوم ومواد يشتغل بيها في المطبخ، وبيبدأ يطبخ وبتدخل عليه بنت بيبان عليها الهدوء والخجل وبتعرفه بنفسها تقول له ان اسمها سيدني وانها جت علشان تبدا شغلها كمساعد للمدير، وبتستغرب جدا لانها عارفه انه افضل شيف في امريكا كلها وكان بيشتغل في اكبر واشهر مطعم ومش عارفه هو بيعمل ايه في المكان البسيط اللي زي المطعم ده. فبيرد عليها بهدوء وبيقول لها انه هنا لانه شيف وبيطبخ، وما بيرضاش يقول لها انه صاحب المكان ورثه بعد وفاه اخوه. وبيبدا كارمن يشرف على فريقه في المطبخ، واللي واحد منهم بيطلب منه ادوات جديده يشتغلوا بيها، وبيقول له كارمن ان البياعين رافضين يدوله اي حاجه علشان مش معاه فلوس، لكن هيحاول يجيب له كل حاجه. وبيعرف كارمن سيدني على باقي الفريق اللي كان باين على كتير منهم انهم مش مرحبين بيها، حتى لما بتسالهم على اي حاجه بيردوا ببرود او ما بيردوش، فبتصعب على واحد فيهم وبيرد عليها وبتشكره. وبيدخل ريتشارد او ريتشي قريب كارمن علشان يدير المطعم، وبيتخانق مع كارمن بسبب ادارته وانه عين سيدني وهما بيعانوا ماديا، لكن كارمن بيرفض يسمع له وبيصر انه يدير المكان بطريقته، وبيرجع يدي اوامره للفريق علشان يكملوا عمل الاكل. وبعد بيروح يستلم جهاز ألعاب علشان يحطه بره ويقدر يجذب بيه زباين للمكان، وبيدخل يكمل شغله وبيطمن ان كل الفريق شغالين. وبيلاقي اخته شوجر جت تزوره وبيخرج يتكلم معاها وبتسلم عليه، وبيبان عليها انها بتحبش المكان وبتقول انه ريحته بقت شبه ريحه المكان وانها زعلانه علشان شايفاه بيدفن نفسه هنا، وبتعاتبه علشان مش بيرد على رسائلها ولا بيرد على مامته، وبيقول لها انه مشغول في اعاده اعمار المطعم. فبتقول له شوجر ان عمهم جيمي عايز يشتري المطعم، فبيرد عليها كارمن وبيقول ان المكان مش للبيع، لكن شوجر بتحاول تقنعه ببيعه وبتقوله انها كانت متحمسه لما عرفت انه راجع ليهم وللبيت مره تانية، لكن ظنها خاب فيه. وبتمشي شوجر من المكان وبيرجع كارمن للمطبخ وبيدي نصايح للفريق علشان يعرفوا يعملوا الاكل بطريقه احسن، وبياخد منهم الاكل وبيعمل ساندويتش وبيطلب من حد فيهم يجربه علشان يقيمه، وبيدوق كل الفريق الاكل وبيديهم رايهم. وبتنبهر سيدني بالاكل وبتقول ان طعمه حلو جدا، وبتقرر سيدني تحضر سفره كامله للفريق وبيقعدوا كلهم ياكلوا وبيتكلموا ويضحكوا ما عدا كارمن اللي كان واقف متوتر وبيفكر، وبيخرج علشان يبعد متظاهرين من قدام باب المطعم بتاعه. وبيخرج ريتشي يساعده وبيقول للمتظاهرين انه هيقدم لهم اكل في سبيل انهم ما يبوظوش المكان وما يخوفوش حد من زباينهم، وبيدخل يتخانق مع كارمن اللي بيقول له ان عددهم كبير وانه مش هيقدر يعمل لهم كل الاكل ده. لكن ريتشي بيزعق له وبيقول ان المكان هنا مختلف عن المكان اللي جاي منه وتعود يشتغل فيه، وان الاكل هنا مش بالمقادير ومنمق وانه لازم يتعود على طريقتهم، وبيأمره يعمل اكل المتظاهرين علشان يعرفوا يديروا المكان صح وينقذوه من الإفلاس. وبعدها بيفتكر كارمن وقت ما كان بيشتغل في المطعم الكبير الراقي، لكن كان معاه مدير متسلط بيضايقه دايما في كل صغيره وكبيره، ولما بيرجع للوقت الحاضر بيلاقي برضه الفريق بتاعه مش مساعده كويس وبيبوظوا حاجات كتير جدا، لكن بيحاول كارمن يفهمهم ويطلب منهم تنظيف المكان وتنظيمه. وبيدخل ريتشي يضايقه بالكلام زي ما كان مديره بيضايقه زمان، وبيشتغل جيف بكل طاقته بينظف المكان وبيحاول يخليه احسن، وبيطلب من كل اللي معاه يساعدوه يصلحوا اي حاجه بايظه، وبينظف جيف الارض وبيشيل كل البقع اللي فيها، وبيرجع بيته ياكل ساندوتش سريع وبينام قدام التلفزيون من التعب. وبيرجع تاني يوم للشغل وبيفضل يشتغل كتير لحد ما بيفقد تركيزه، وبيولع البوتاجاز بسبب غطا الحله الازاز اللي سابه كارمن فوقيه، وبيجري يجيب طفايه حريق بسرعه ويلحق النار قبل ما تنتشر وبيطفيها. وبتدخل عليه سيدني تديله ملف كتبت فيه افكار المكان يقدروا من خلالهم يحسنوا فيه الخدمه ويزيد عدد الزباين ويبيعوا اكل اكتر، وبالتالي تقدر تقبض فلوس اكتر، لانها شايفه انهم بيشتغلوا كتير والمردود قليل جدا. وبتعرض عليه الافكار وحلول المشاكل اللي ممكن تواجههم في تنفيذ الافكار دي. وبيخرج كارمن يلاقي مشرفه من الحكومه بتفتش على المكان وواقف معاها تشارلي، وبيعرفها كارمن على نفسه بيقول لها انه صاحب المكان وورثه عن اخوه، وبيرحب بيها وبيديها فرصه تتراجع على المكان وتشوف اللي هي عايزاه براحتها. اما الموظفين في الوقت ده فكانوا بيتكلموا عن سيدني ومتضايقين لانها بتاخد مساحه كبيره وبتتكلم مع كارمن وكمان بياخد بكلامها رغم انها جديده. حتى الموظف الوحيد اللي بيعملها كويس بيحاولوا يقنعوه ان ده غلط وانها مش طيبه زي ما هو متخيل. اما مفتشه الصحه فبتلاقي مشاكل كتير عندهم تخص النظافه في المطبخ، وبتلاقي علبه سجاير على البوتاجاز وبتقول ان ده خطر وان دي انتهاكات هياخد عليها المطعم تقييم ضعيف جدا للجوده. فبيتخانق كارمن مع ريتشي وبيأمره يروح يشتري حاجات يصلحوا بيها كل حاجه بايظه في المطبخ، وبيطلب من سيدني تروح معاه تساعده. وبيفضل ريتشي متضايق وبيقول انه مش قادر يصدق انه بياخد اوامر من شخص بالنسبه له طفل زي كارمن. فبتقول له سيدني ان كارمن نجح انه يشتغل في احسن اماكن مع اكبر شيف، لكن ريتشي بيقول لها انه مش مهتم بكل ده ولسه
مقتنع انه لا يصلح لاداره المكان. في الوقت ده بيقابل كارمن شخص بيحكي له عن الفواتير والمشاكل الماديه والتلفيات اللي في المكان المتدمر اللي محتاج يعمله من جديد، لكن الشخص ده بيقول انه اخوه مايكل كان مستلف منه فلوس وما صرفش منها اي حاجه على المطعم، وده كمان هيبقى مسؤوليته انه يسددها. وبيتخض كارمن لما بيعرف ان اخوه كان مديون ب 300,000 دولار. اما سيدني فكانت لسه بتتجادل مع ريتشي ان كارمن قادر يدير المكان وينجحه مهما كانت المشاكل، وبيكلم كارمن اخته بيعترف لها انه متوتر وتعبان من قبل ما يرجع يمسك المطعم بتاع اخوه، لانه كان مضغوط نفسيا في نيويورك بسبب الشيف اللي كان مديره، كان بيتخانق معاه كتير لدرجه انه بيعاني من الكوابيس وبيرجع وما بيقدرش ياخد نفسه. وبتحاول اخته تهديه وبتطلب منه يبعد عن اي حاجه تضايقه مهما كانت، وبيصلح ريتشي المشاكل اللي في المطبخ وبيرجعوا يشتغلوا تاني، وبيتملي المكان بالزباين وبيشتغلوا كلهم بكل طاقتهم، وبيفضل ريتشي ينده ويزعق بصوت عالي، وبتطلب منه سيدني ومعاها كارمن انه يوطي صوته. ولما بيروح كارمن بيته بعد الشغل ما بيعرفش ينام طول الليل، فبيرجع المطعم بدري الصبح وبيلاقي واحد من الطباخين حاطط وصفات من كتاب كارمن على الحيطه، وبيعتذر له لو مضايقاه لكن بيحس انها بتديله الهام، فبيقول له كارمن دي حاجه كويسه بس وصفاته اللي في الكتاب دي تقيله ومحتاجه تحضيرات كتير وبالساعات ومواد معينه، وبيبدا يشرح له التفاصيل وبيقول له ان في وصفه فيهم بيقوم بيها 2 شيف مش واحد، وبينبهر المساعد بكلام كارمن. وبياخد كارمن سيدني الاوضه البعيد وبيشرح لها ان الفكره اللي هي عرضتها عليه مش هينفع تطبيقها لانها هتجيب له مشاكل وفوضى، لكن سيدني بتقول له ان اللي بيحصل في المطعم ده اكبر فوضى، فبيقول لها انه هيعدل على الخطه وينفذوها علشان تعب من انه يصرخ وينده على كل واحد كل شويه علشان يعمل حاجه، وعايز يمشي بروتين ونظام اكتر من كده. وبيخرج كارمن للفريق وبيجمعهم وبيقول لهم انه مش عايز يغير نظامهم في الشغل ويلخبطهم، لكن عايز يحس بترتيب اكتر في الشغل علشان يتم انجاز اسرع وتقل المشاكل والفوضى اللي في المكان. وبيدخل عليهم ريتشي وبيتريق على اللي بيعمله كارمن، وبيخرج كارمن يتكلم في التليفون ويسيب سيدني تكمل كلام عن خطتهم الجديده في الشغل. وبتبدا سيدني تقول الترتيب الهرمي لوظيفه كل واحد في المكان، وبتبدا بكارمن واللي هيبقى كبير الطهاه، ومن بعده سيدني المساعده بتاعته، وبتوزع باقي المهام على باقي الفريق. في الوقت ده بيرد كارمن على التليفون فبيلاقيه واحد اسمه نيكو بيسال عن مايكل اخو كارمن اللي توفى، وبيستغرب كارمن وبيسال عنه ريتشي اللي بيقول له ما يشغلش باله وهو هيتكفل بيه. وبيخرج كارمن من المطعم وبيطلب من سيدني تاخد بالها من المكان وتشرف على الفريق، لكن واحده من الفريق اللي بتبقى متضايقه من سيدني بتعلي النار على الاكل من غير ما سيدني تاخد بالها، وبتحاول سيدني انها تجيب علبه كبيره من مكان عالي في الثلاجه، وبترفض مساعده واحد من الفريق فبتوقع الطبق، وبيدخل الولد يساعدها في تنظيف المكان، وبتحس وقتها سيدني بالاحراج، وبتفضل سيدني تعيط وبيبان عليها الحزن ووقت الراحه بتاعها. بيخرج كارمن يديها اكل وبترفض تاكله، وبتقول له انها مرت باسوأ يوم في حياتها، وانه لو سمع لفكرتها وطبقوها صح المكان هينجح، لكن هو بيدي فرصه لكل الفريق انه يبقى فوضوي، وانها على الرغم من كده مش عايزه تسيب المكان لانها حاسه انها ممكن تنجح معاهم. وبترجع سيدني وبتعمل قائمه جديده للاكل في المكان وبتديها للفريق، وبترجع وراهم على دور كل واحد وبتشوفهم عملوه صح ولا لا، لكن بتتخانق معاها واحده من الفريق لانها ست كبيره وبترفض ان بنت صغيره زي سيدني تشرف عليها، وبتقول لها انها بتشتغل في المطبخ من قبل ما هي تتولد. وبتحاول سيدني تمتص غضبها وبتقول لها انها متفهمه لشعورها، لكن الست بترفض تسمع لها وبتسيبها وبتمشي. ومن ناحيه تانية بيروح كارمن مع ريتشي لجيمس الشخص المديونين ليه ب 300,000 دولار، وبيحاولوا يطلبوا مساعدته لكن بيرفض وبيتخانق معاه ريتشي، وبيدخلوا يطبخوا لحفله عيد ميلاد ابنه. اما سيدني فبتقابل صديق واحد من الفريق اللي جه يسلم عليه اسمه تشستر، وبيقول لها انه جه يديله حاجه وماشي على طول، وبيشرح لها الطباخ ماركوس انه نفسه يعمل اكلات معينه زي اللي بيعملها كارمن. فبتقول له سيدني ان دي بتحتاج مواد ومعدات مش عارفه اذا كانت تبقى متوفره معاهم ولا لا، لكن هتدعمه علشان يحقق حلمه وينفذه. وبترجع سيدني تراجع على باقي الفريق وبتسالهم لو جربوا كعكه ماركوس ايه اللي عملها ورايهم فيها، لكن ما بترضاش تسال الست الكبيره وبتبص لها من بعيد وبتمشي. وبترجع لها بعد شويه تشوفها وهي بتطلع البطاطس من الفرن وبتقشرها وهي ماسكاها بقماش مش نظيف، وبتطلب منها ما تمسكوش بالقماش ده وتستخدم السكينه في تقشيره وتحط عليه ملح زي ما طلبت منها قبل كده. وبتستغرب الطباخه اللي اسمها تينا ليه سيدني مركزه معاها بزياده، وبتقول لها سيدني ان ده جزء من شغلها انها تشرف عليه وتتاكد ان كل حاجه ماشيه صح. وبتتوتر الطباخه وبتبوظ منها حاجات كتير، لكن سيدني بتصر انها تعمل البطاطس بطريقتها، ولما بتدوقها الطباخه بتلاقي طعمها فعلا احلى، وبتكمل الطباخه شغلها بنفس الطريقه اللي طلبتها سيدني، ولما بتخلص بتوديها الاكل عشان تدوقه، وبتبقى مستنيه سيدني تلومها عليه، لكن سيدني بتقول لها انه طعمه جميل وبتشكرها. وبتستغرب الطباخه جدا من رد فعل سيدني الغير متوقع، فبترجع تكمل شغلها وبتبص لها بامتنان وبتشكرها. وبيروح كارمن مع ريتشي يعملوا اكل حفله عيد ميلاد ابن جيمس الصغير، وبيقول واحد من المعازيم ان كارمن ده كان بيشتغل في اشهر واهم مطعم في العالم في نيويورك، وبيستغرب مقدار الشجاعه اللي عند كارمن انه يسيب كل ده ويرجع يمسك مطعم اخوه الفاشل اللي مش شغال. وبيشكره كارمن وبيركز في شغله، لكن بيكتشف ان ريتشي حط حبوب مهدئه في العصير
للأطفال اللي بيناموا كلهم مرة واحدة في الجنينة، لكن جيمس بيقوله إن دي أحسن حاجة بجد حصلت. ولما بيرجع كارمن وريتشي للمطعم بعد نهاية الحفلة بيدوق الكيك اللي عمله الطباخ وبيفرح بيه وبيقوله إن طعمه حلو وليه مستقبل كبير. وبتروح سيدني تاني يوم للمطعم وبتقول لكارمن إنها فضلت طول الليل تراجع القايمة بتاعت الأكل ولقيت إن هما محتاجين يعملوا وجبات جديدة للعشاء، وبيوافقها كارمن اللي كان مشغول في تقطيع الخضار. وبعد شوية بيدخل كارمن الحمام لكن السباكة بتنفجر في وشه، وبتجمع كل الفريق علشان ينظفوا المكان اللي اتغرق مية، وبيقسمهم كارمن كل واحد يعمل حاجة علشان يبدأوا في تجهيز الأكل كمان. وبعد ما بينظفوا المكان بيوقفهم كارمن في صف بيوريهم طريقة عمل الوجبات الجديدة. وبيدخل ماركوس المكان المخصص بتاعه في المطبخ وبيجي له صديقه علشان يجربوا جهاز جديد للتخمير من صنعهم، لكن كارمن بينده على ماركوس علشان يكمل شغل. وبيتخانق ريتشي مع واحد من الفريق اللي كان بيشي بيهم قدام الباقيين كلهم وقدام كارمن، وبيقول له انه بيبيع مخدرات في الشارع اللي ورا المطعم. وبيتضايق كارمن لما بيسمع الخبر ده، لكن باقي الفريق بيرجع لشغله وبيكملوا ويعملوا نفسهم مش واخدين بالهم. وبيقعد كارمن مع ريتشي اللي بيحاول يبرق نفسه وبيقول انه مش بيتاجر وبيوزع كميات صغيره جدا على ناس يعرف، وبيقول له انه صاحب الفكره كان اخوه مايكل وان ده اللي خلاهم يعدوا فكره كورونا والمشاكل اللي فيها. وبيخلص كارمن من المشكله دي بتطلع له مشكله اكبر، وهي ان تلاجة المطعم اتعطلت وبيضطروا يطلعوا كل الاكل منها. وبيتصل كارمن بجوز اخته وبيطلب ياخد الفريزر بتاعه علشان يحط فيه الاكل سريعا لحد ما يصلحوا التلاجة بتاعتهم في المطعم. وبتتخانق شوجر مع كارمن اخوها لانه ما بيظهرش ولا بيرد عليهم الا لو احتاج حاجه، وما بيرضاش يرد على اي مكالمه او رساله ليها في العادي. ودلوقتي بيستغل بيت جوزها وبيطلب منه حاجات لانه مش قادر يطلبها منها مباشره، لكن كارمن بيعتذر لها وبيفاجئها انه كمان بيروح جلسه علاج سلوكي زي ما طلبت منه علشان حالته النفسيه والتوتر، وبتحضنه شوجر وبتفرح بيه. وبيرجع كارمن المطعم بيكتشف ان خط الغاز كمان وقف، واضطرت سيدني انها تفكر في حل، فعملت فرن بدائيه بره في الشارع علشان تسوي عليها الاكل، ونصبوا ترابيزات وشمسيات علشان يبيعوا السندوتشات عليها. وبيلاحظ كارمن ان ماركوس قاعد محبط فبيقعد معاه وبيقول له ان اي حد بيتعرض لهزائم علشان ينتصر وان ده طبيعي علشان ينجحوا، وبيشجعه يقوموا يكملوا شغل من جديد وما يستسلموش. وبعد ما بتنتهي الازمه وبيعالجها كارمن بيشكر سيدني على حلها المؤقت للمشكله ووقفتها جنبه وقت غيابه. وبيقعد كارمن يفتكر وقت ما اخوه مايكل كان لسه عايش، وبيتجمعوا سوا مع اختهم شوجر وريتشي وبيطبخوا ويهزروا ويتكلموا مبسوطين. وبيرجع بعدها كارمن للشغل في المطعم وبتطلب منه سيدني انها تطبق بعض الافكار في الاكل، فبيطلب منها كارمن تركز في مهام بتاعتها ما تتسرعش ولا تفكر في اي حاجه ما تخصهاش، وانه عارف انها مش صبوره وذكيه وعندها افكار كتير لكن خبرتها قليله ولسه جديده، ولازم تسمع الكلام وتروح تشوف الفريق وتشرف عليه وتشوف شغلها الاساسي افضل له. وبتيجي شوجر لكارمن المطعم وبتقول انه مايكل ما كانش بيدفع الضرايب وانهم هيحجزوا على بيتها وممتلكاتها لانها شريكه معاهم فما قدموش ورق للضرايب. وبيقعد كارمن مع شوجر في اوضه المكتب يدوروا وسط ورق مايكل عن اي حاجه تفيدهم مع الضرايب. اما ريتشي فبيقف مع سيدني وبيقول لها انه متضايق من التغيرات اللي بتعملها مع كارمن في المكان، لان المكان ده من زمان ليه نظامه وطريقته التقليديه واللي مش حابب انها تتغير ابدا. وقتها بتضرب المطعم بالنار وبتسيب الازاز، وبيخرج ريتشي يشوف مين اللي عمل كده وبيتكلم مع تاجر مخدرات وبيقول له انه مش عارف مين اللي عمل ده، وبيقول له ريتشي انهم ما ينفعش يبقوا واقفين هنا هو ورجالته، فبيقول له تاجر انه مش هيقدر يقف في مكان تاني علشان المشاكل، فبيقول له ريتشي ان هو كمان مش عايز مشاكل ولو هيقف قدام المطعم ما يعملوش اي دوشه او يحسسوا حد باي حاجه. وبيتم فتح المكان من جديد بعد ما قفلوا التجديدات وبيجهزوا الاكل، وبتعمل سيدني طبق من اختيارها وبتدوقه لكارمن اللي بيعجب بيه لكن بيرفض يحطه في قائمه الاكل. وبتقرر سيدني انها تودي الطبق لواحد من الزباين من ورا كارمن اللي كان مشغول مع اخته شوجر في البحث عن اوراق الضرايب، وبتقول له كارمن ان المكان ده بيبلعه وبيبلعها معاه وبياخد وقته ومجهوده وفلوسه، وانها متضايقه علشان مش بيقضي معاها وقت كفايه كاخوات ولا بيسالها عن حالها من وقت وفاه مايكل. ومن ناحيه ثانيه بيحصل خناقه في الشارع بين تاجر مخدرات وواحد من زباينه قدام المطعم، وبتحاول سيدني تهدي الزباين وبتخرج بسرعه تشوف اللي بيحصل، وبيدخل ريتشي يدور على سكين يستخدمها في الخناقه، اما سيدني فبتحاول تهديهم وتسالهم عن اسمائهم وسبب المشكله وبتديهم سندوتشات هديه من المطعم بشرط يوقفوا خناق. وبيستغرب ريتشي اللي راح يجيب سلاح من عربيته، لكن بيلاقي سيدني قدرت تتدارك الموقف وتحله. وبيتخانق ريتشي مع واحده من المساعدين لانها بدات تاخد على النظام الجديد وتحبه، وهو ضده تماما وضد ان كارمن وسيدني يديروا المكان، وبيقول لها انهم اطفال، لكن الطباخه بتقول له انه اخيرا المكان ده بينجح وبيبقى منظم وهي مبسوطه وعايزه تكمل معاهم، فبيقرر ريتشي انه يسيب المكان ويدمر. وتاني يوم في الشغل بتعترف سيدني لكارمن انها ادت طبق لزبون هي عملته، بس بتقول انها ادته له بالغلط وعجبه، لكن كارمن بيقول لها ان دي مش مشكله وكده كده الزبون اكيد مش هيبقى فاهم
علشان كده عجبه، لكن ده مش معناه ان هم يحطوا قائمة الاكل. وبيسأل كارمن عن باقي الفريق علشان يبدأوا الشغل وبسرعة، وبتدخل الطباخة تينا ومعاها ولد اسمه لوي، وبتطلب من كارمن انه يعلمه الشغل في المطبخ ويشتغل معاهم لانه مشاغب وبيعمل لها مشاكل، هو عايزة تخليه يتحمل مسؤولية. فبيطلب كارمن من سيدني تتولى تدريبه، وبتوافق سيدني اللي بتقول لها انها نجحت تغيرها هي شخصيا وعندها امل تغير اي حد للاحسن زيها علشان عندها مهارات عائلية وذكية. وبيدخل ريتشي وبيوري كارمن مقال مكتوب عن الطبق اللي عملته سيدني وقدمته للزبون اللي طلع ناقد طعام وعجبه جدا، لكن كارمن بيقول له ان الطبق ده مش على قائمتهم وسيدني اديته له بالغلط. لكن ريتشي ما بيصدقش ان سيدني عملت كده بالغلط وبيرمي لها كلام وهي بتعمل نفسها مش واخده بالها. وبيبدا كارمن يوزع ادوار اليوم على الفريق وبيقول له كل واحد هيعمل ايه بالظبط، وبيتخانق ريتشي مع سيدني لانه بيقتنع ان عندها خطه علشان تستولى على المنصب الكبير لنفسها لما الطبق بتاعها ينجح والناس تيجي علشانها، فبتقول له انها بتعمل اي حاجه لمصلحه المكان مش مصلحتها الشخصيه. هو بيتدخل كارمن يوقفهم عن الكلام وبيطلب منهم يرجعوا للشغل، وبيتفاجئ كارمن انه مطلوب منه عمل عدد كبير جدا من الاطباق، وبيطلب من كل الموجودين يطلعوا كل الاكل اللي عندهم ويجهزوا نفسهم وبيوزع عليهم الادوار. وبتتوتر سيدني اللي بتتزحلق في زميلتها اللي بتستغرب طريقتها، لكن بتطلب سيدني منها تخلص شغلها وتسيبها لانها متوتره. هو بيتعصب كارمن على كل الفريق بما فيهم ريتشي اللي بيبقى متضايق جدا ان كارمن بيزعقله، وبيتخانق ريتشي مع سيدني وكارمن مع ماركوس، وبتحول المكان لتوتر وخناقات، وبتقرر سيدني انها تستقيل وتسيب المكان، وبتمشي وبتقول لكارمن وطباخ ماهر لكنه حقير ومش هتكمل شغل معاه. ولما بيروح كارمن بيحلم انه بيقدم برنامج تلفزيوني وبيحكي فيه قصته، وبيقول انه كان بيدير واحد من اشهر واكبر المطاعم في العالم، وبعد وفاه اخوه اللي كان مدمن مسكنات وانتحر اضطر يرجع يدير مطعم عيلته اللي كان تحت اداره اخوه، وكانوا مانعينه انه يشتغل معاهم، لكن دلوقتي هو بقى مدير المكان. وبيروح لجلسه علاج نفسي مع مجموعه مدمنين، وبيقف يتكلم عن نفسه وقصته مع اخوه، بيقول ان اخوه كان مدمن ومع ذلك كان شخصيته مؤثره في طفولته ومراهقته، خصوصا ان هما الاثنين كانوا بيحبوا الاكل وبيحبوا يطبخوا سوا وكانوا بيقضوا وقت ممتع مع بعض. وبيحكي كارمن عن طفولته وبيقول بحزن انه ما كانش ليه اصدقاء لانه كان عنده مشاكل في الكلام والتلعثم وكان بيخاف يتكلم معظم الوقت، وما قدرش بسببها ينجح في المدرسه ولا يدخل الجامعه، واقرب صديق ليه كان اخوه، مع ذلك الناس كانت بتحب اخوه اكتر وكان عنده جاذبيه بتخلي الناس تحب تقرب له، وده بطريقه ما خلى اخوه يبعده عن حياته. وقتها قرر كارمن انه يرد له الموقف ده وانه خلاه يحس ان هو مرفوض وممل، فقرر كارمن انه يشتغل في اكبر واهم مطاعم، وبدا رحلته الشاقه والمتعبه في انه يتعلم كل التفاصيل. وبعد فتره انشغل كارمن في الشغل والمطبخ وبقى بيبعد الناس منه لانه بيحس بالراحه اكتر وهو لوحده، لحد ما مات اخوه وساب له مطعمه، واللي على مدار الشهور اللي فاتت كان بيحاول يصلحه لانه كان في حاله نفسيه سيئه، وكان كارمن بيحس ان محاولاته لاصلاح المطبخ هي محاولات لاصلاح علاقته باخوه. وبيرجع كارمن بعد نهايه الجلسه للمطعم وبيقول للفريق ان الليله دي عندهم حفله توديع عزوبيه في المطعم ولازم يحضروا لها سوا. اما سيدني فبتعزم ماركوس في بيتها وبتطبخ له وبتحكي له قصتها وشغفها بالاكل، لدرجه انها سافرت نيويورك وصرفت كل فلوسها على الاكل والمطاعم، وكانت بتحب تدوق كل انواع الاكل وكان نفسها تشتغل في الطبخ. وبيسالها ماركوس هتعمل ايه بعد ما سابت الشغل مع كارمن، فبتقول له انها هتدور على شغل في اماكن ثانيه علشان تقدر تسدد على الاقل فواتيرها، حتى لو مش هتعرف تشتغل حاجه اللي هي بتحبها علشان ما تضطرش ترجع تعيش مع اهلها. ومن ناحيه ثانيه بتدخل تينا على كارمن اوضه المكتب، بتلاقيه قاعد سرحان وسط ورق اخوه مديونيات المكان، وبتقول ان مايكل ما كانش بيدفع لاي بياع فلوسه لدرجه ان هم في يوم ما كانوش عندهم مناديل في المطعم. فبيقول لها كارمن ان المديونيه المره دي كبيره جدا وبيطلب منها تاخد باقي اليوم راحه وهو هيقعد يفكر في حل المشاكل دي لوحده. وبالليل بيقف كارمن مع ريتشي بره المطعم يتكلموا وقت الحفله، لكن فجاه بيسمعوا صوت خناق فبيروحوا بسرعه يدخلوا المطعم، وبيطلب ريتشي واحد من المعازيم اللي بيقع على الارض وبيروحوا القسم، وبيسال ريتشي عن حاله الولد الصحيه، فبيقول الضابط انه في غيبوبه والافضل انه يفوق والا هيتم عقابه عقاب شديد. وبيطلب ريتشي انه يكلم مراته ويسيب لها رساله وبيكذب عليها وبيقول لها انه هيتاخر في الشغل وما تقلقش. وتاني يوم بيتم اطلاق سراح ريتشي بعد ما بيفوق الولد، لكن بيتم اتهامه بالاعتداء عليه. وبيروح كارمن ياخده من القسم وبيدفع له كفاله علشان يخرج، وبيرجعوا المطعم لكن بتولع النار في البوتاجاز لما بيحاول كارمن يولع سيجاره، وبيدخل فريقه بسرعه يطفوا النار ويطمنوا عليه، وبيحس كارمن بالتعب والارهاق من المشاكل اللي بتحصل له كل شويه، وبيدخل عليه ريتشي يديله جواب سابه له اخوه مايكل قبل ما يموت. ولما بيفتحه كارمن بيلاقيه كاتب له انه بيحبه وساب له وصفه العيله المميزه للسباجيتي، فبيبتسم كارمن لما بيقرا الجواب، وبيبعت رساله لسيدني بيعتذر لها وبيطلب منها ترجع الشغل وبتوافق. وبيرجع كارمن للمطبخ علشان يكمل شغله، وفجاه بيكتشف وهو بيحط صلصه على النار ان فيها كيس صغير، بيفتحه بيلاقيه فلوس، وبيطلب من كل الفريق يفتحوا كل علب الصلصه اللي في المكان، وبينبهروا من كم الفلوس اللي بيلاقوها جواها وبيفرحوا جدا. وبتدخل عليهم سيدني بتنبهر هي كمان من اللي بيحصل، وبيقول لها كارمن انه هيوافق على كل التعديلات اللي هي طلبتها، وبيقفلوا المطعم وبيجددوه وبيسددوا
الديون وبيطبخ كارمن سباكيتي بطريقه مايكل المميزه للفريق كله، وبيقعدوا كلهم ياكلوا سوا وهم سعداء. الفيديو ده كتبته وسجلته امل عقيل ومنتجه رامي سمير. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الافلام الدراميه بصوت محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطه عشان تتابعوا ملخصات الكرتون والانمي. سلام.